يعني احنا يأسفنا اليوم اللي وقع فيه حلب، ضايقنا احنا كناس، ويعني واجب على الإنسان يعيش لنفسه والآخرين ويحس بمعاناة الآخرين ويحاول يقدم كل ما بوسعه من مساعدة. أنا كمغني أحب أقدم رسالة بصوتي، أغنية أنا عملتها قبل عن حلب، ويا رب إن شاء الله الله يفرج عنهم. نعم أمين يا رب ويبرد إن شاء الله. نعم الأغنية هذه من كلمات عبد الله العماني ومن ألحاني، نقولها يلا سمحولنا طبعاً. مرحبا مرحبا عبد السلام الزايد بهذه القطعة للشعب السوري وخصوصا لحلب اللي كنتي نزلتها مؤخرا، نستمعوا لها وانتم معنا مباشرة مع ضيفي عبد السلام الزايد. قدر علينا وانكتب أمة تموت وما تشوف مثل اللي صاير في حلب، قتل ودمار وناس ألوف، كل يوم نلقى شي صعب ونقول لا بس الظروف، كل يوم نلقى شي صعب ونقول لا بس الظروف، ما هي ظروف يا ذا العرب هذا اللي نسميه خوف.